الثامنة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. الدوحة تنفي اتهامات البحرين لها بزعزعة استقرارها، وأردوغان يقول أن بلاده تسعى إلى حل أزمة الخليج قبل عيد الفطر. القوات العراقية تحرر المثلث الحدودي مع سوريا والأردن بالكامل وتستعيد السيطرة على منفذ الوليد الحدودي. الجيش السوري يحرر سد أراك وجبال تدمر الشمالية ويعلن وقف إطلاق النار في درعا ليومين. والاتحاد العام التونسي للشغل ينجح في وساطة لإنهاء اعتصام الكامور جنوب البلاد والذي استمر شهرين. أهلا بكم. نفت قطر الاتهامات البحرينية لها بمحاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين. الخارجية القطرية أكدت أن المكالمة بين مستشار أمير قطر ومعارض بحريني تمت ضمن جهود الوساطة القطرية المعلومة حينها، وأضافت أن تعمد إظهارها أنها دعم قطري لجمعية الوفاق وتدخل في الشؤون الداخلية البحرينية محاولة ساذجة لقلب الحقائق وإخراجها عن سياقها الصحيح. وأوضحت أن الوساطة القطرية توقفت بسبب اتخاذ قرار بالتدخل العسكري لفض التظاهرات. هذا وكانت البحرين قد اتهمت قطر بالعمل على زعزعة أمنها، اتهام أرفقته بمكالمات قالت إنها جرت بين مستشار أمير قطر حمد العطية والمعارض البحريني حسن سلطان. التلفزيون البحريني قال في بيان أن التسجيل الذي عرضته أيضا وسائل إعلام إماراتية يظهرهما وهما يتآمران على إثارة الفوضى في البحرين بحسب ما ورد في البيان. طويل العمر أبو خليفة، الآن الناس بتتعامل مع القوات كقوات احتلال. يا شيخ انا مع كلامك، واحنا يعني انا الكلام يعني يجب اني ما اقول لك، احنا الموضوع دي احنا كقطر متحفظين عليه بسبه علاقه الاخوه والمواطنه، احنا الشيء دي متحفظين عليه ورفضنا المشاركه. الحين انت ايش تبيني انقل حق رئيس الوزراء قبل لا يطلع ولا بعد شوي تبي تكلمني؟ تعطينا ابو خليفه بس نص ساعه لساعه الا ربع، لان تعرف يعني هذا الموضوع مو بهالسهوله، يمكن انه المعارضه قاعده في اجتماعات والبيت الداخلي الشيء قاعد في اجتماعات، فيعني تعرف الموضوع يحتاج الى 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 بلوره. اذا تبلور شيء انا اتصل عليكم ابو خليفه. انا واعلان حاله الطوارئ، احنا نتوقع سيل من الدماء. احنا ما عندنا مانع نطلعها حتى في الجزيره الحين. هاي رسالتنا ان 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 ما يجري اليوم هو بامضاء خليجي. شيخ حسن، من الشخص اللي انا اقدر اخلي حد يتصل فيه وياخذ منه المعلومات؟ لكن لا حتى للجزيره ما عندنا مانع. من جهتها قالت جمعية الوفاق الوطني في البحرين أنها ليست جزءا من الصراع الخليجي الدائر مع دولة قطر، وأكدت أنها تلقت منذ بداية الأزمة عدة مبادرات من الكويت والسعودية وقطر وتركيا ودول أجنبية لتحاور وتبادل الرأي حول الأزمة. وفي بيان لها شددت على أن كل اتصالاتها السياسية الرسمية مع المسؤولين والدبلوماسيين هي معلنة وتجري تحت مرأى الحكومة البحرينية وعلمها. قال نائب الرئيس العراقي إياد علاوي إن قطر تبنت مشروع تقسيم العراق على أساس طائفي والدعوة إلى إقليم سني مقابل إقليم شيعي. وفي تصريحات له في ختام زيارته مصر، لفت علاوي إلى أنه من الضروري إجراء حوار حقيقي مع قطر ووضع النقاط على الحروف. فيما يتعلق بقطر، قطر أنا أعرف بالعراق شو عملت. أنا أعرف بالعراق تبنت مشروع مشابه لمشروع إيران تقسيمي في احتضان سنة في العراق والدعوة إلى إقليم سني مقابل إقليم شيعي ومقابل هذا احنا نعتبره تدخل في الشأن العراقي، وما اسمحنا. وقلت لهم القطريين هذا الكلام، وقلت لهم احنا لن نسمح بهذا الأمر، والسكوت كان مع الأسف من بعض الدول العربية إلى هذه اللحظة عن قطر سكوت مو بمكانه. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تقوم بالعمل اللازم من أجل حل الأزمة الخليجية قبل عيد الفطر. وفي كلمة له خلال اجتماع مجلس المصدرين الأتراك في إسطنبول، شدد أردوغان على أن دعم بلاده لقطر ليس بديلا عن علاقاتها بالدول الأخرى، مؤكدا أن السعودية هي المفتاح في حل الأزمة.
وأضاف أن معارضة ما وصفه بالإجراءات غير العادلة ضد قطر لا تستهدف أي دولة أخرى في الخليج. أعلنت القوات العراقية تحرير المثلث الحدودي مع سوريا والأردن بالكامل واستعادة السيطرة على منفذ الوليد الحدودي. إلى ذلك حررت الشرطة الاتحادية مبنى مستشفى الشفاء وشارع المستشفى في حي الشفاء بالساحل الأيمن للموصل. هذا وأكد قائد الشرطة الاتحادية للميادين أن خطة تحرير الموصل القديمة قد وضعت وتضمنت تحرير المدنيين من قبضة داعش. كثير أعداد كبيرة جدا من المواطنين ينزحون ليلا، مع شديد الأسف كانت هناك إصابات كبيرة جدا من المواطنين من قبل العدو، اعتدى على المواطنين بالأسلحة القناصة من خلفهم وكذلك بأسلحة الهاونات، وقام بزرع العبوات الناسفة للممرات الآمنة تم تفجيرها بالكامل بالعمليات الهندسة العسكرية وكذلك بالقصف لمدفعيتنا، وبهذا اليوم أمنت إن شاء الله بالقريب العاجل تم اقتحام المدينة وإنهاء وجود العدو في مدينة الموصل بالكامل. إلى ذلك نجا فريق قناة الميادين الذي يشارك في تغطية معركة الموصل من رصاص قناص من داعش أدى إلى إصابة مهندس البث الزميل أحمد عون بإحدى الشظايا. الفريق وأثناء استعداده لتغطية تحرير مستشفى الشفاء غرب المدينة تعرض لقنص من التنظيم أدى إلى إصابة الزميل عون ونقله إلى مشفى ميداني حيث تلقى العلاج. أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية وقف العمليات القتالية ضد التنظيمات الإرهابية في مدينة درعا لمدة 48 ساعة، وأضافت أن وقف العمليات بدأ اعتبارا من الساعة 12 ظهر اليوم، وأضافت أن هذه الخطوة تأتي دعما لجهود المسلحات الوطنية. إلى ذلك استعاد الجيش السوري وحلفاؤه السيطرة على بئر حفنة وسد راك وسلسلة جبال تدمر الشمالية في ريف حمص بعد معارك مع داعش شمال شرق تدمر. أهلا بكم. الهجوم الواسع للجيش السوري وحلفائه في البادية السورية مستمر بعد الوصول إلى الحدود السورية العراقية. مؤشرات العملية العسكرية ومحاور التقدم للجيش السوري وحلفائه توضح أن الهدف هو الوصول إلى دير الزور لفك الحصار عن المدينة ومطارها، لأن المحافظة ستكون الميدان الأخير لقتال داعش في سوريا. على محورين يعمل الجيش السوري، الأول انطلاقا من ريف تدمر باتجاه بلدة السخنة آخر معاقل التنظيم في ريف حمص وصولا إلى الطريق المؤدي إلى دير الزور، والثاني من ريف الرقة الغربي بمحاذاة نهر الفرات جنوبا. على جبهة ريف تدمر الشرقية يواصل الجيش السوري وحلفائه التقدم نحو السخنة، ولا سيما بعد تثبيت نقاطه في أراك والمحطة الثالثة وسيطرته على بئر حفنة وسد أراك وسلسلة الجبال التدمرية الشمالية شمال شرق تدمر، وتقليصه للمسافة الفاصلة عن بلدة السخنة التي بدأ بالتمهيد الناري عليها قبل الوصول إلى الطريق البري لدير الزور التي يفصلها عن نقطة القوات أكثر من 150 كيلومترا. أما على محور ريف الرقة الجنوبي فيواصل الجيش السوري التقدم في المنطقة الصحراوية الواقعة غرب الرقة، وتوغلت عناصره جنوبا حتى طريق أثرية الطبق السريع بعد سيطرتها على العديد من الحقول النفطية، وباتت على تماس مع القوات الكردية في الطبقة لتلتقي مع القوات المتقدمة من ريف حماء الشرقي لإنهاء وجود داعش في أكبر معاقله هناك في عقيربات. محيط الطريق الواصل بين الرصافة في ريف الرقة الجنوبي وأثريا في ريف حماة الشمالي الشرقي هو مسرح لعمليات الجيش السوري وحلفائه، ويتجه الجيش نحو حدود محافظة حمص الشمالية مرورا بعدة تجمعات نفطية تنتشر في ريف الرقة الجنوبي لتوسيع سيطرته جنوبا، كما تمكن من التقدم غربا نحو جبل حريبية المحاذي لطريق الرصافة أثريا من الجهة الجنوبية.
السباق إلى دير الزور يستبق فيه الجيش والحلفاء أي تدخل أمريكي قد يبطئ التقدم أو يعرقل العملية العسكرية، ولا سيما بعد نشر واشنطن بطاريات الهيمارس عند قاعدة التنف القريبة من الحدود الأردنية السورية. وفي مدينة الرقة سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على حي الصناعة وتتابع تقدمها باتجاه مساكن الرقة الشبابية. هذا وبدأ تنظيم داعش بحفر الخنادق وزراعة الألغام والعبوات الناسفة في محاولة منه للدفاع عن معاقله. المرصد السوري المعارض قال أن مجازر متتالية ترافق معركة الرقة، حيث أوقعت ضربات التحالف 120 شهيدا مدنيا ومئات الجرحى. تنظيم داعش يتخذ تكتيكا دفاعيا مختلفا عما كانت عليه المعارك في منبج وريف الرقة الشمالي والغربي ومدينة الطبق. فالتنظيم في معركة مدينة الرقة معقله الرئيسي منذ أكثر من 6 أشهر يعتمد حفر الخنادق وزرع الألغام الليزرية بهدف الدفاع عن معاقله والصمود بوجه القصف المدفعي والصاروخي والجوي الذي يستهدف مواقعه على مدار الساعة. بدأت المرحلة الأخيرة لاقتحام المدينة من محورين أساسيين هو الشرقي والغربي في الحياة الأولى من مدينة الرقة، ومساندة كبيرة من الناحية الشمالية، فمدينة الرقة محاصرة من 3 جهات. طبعا المحور الرابع سيكون محاصرة مدينة الرقة بشكل كامل من المحور الجنوبي. داعش أضاف لأساليبه الدفاعية الطائرات المسيرة والقاذفة التي تستطلع مواقع قصد وتستهدفها عبر طائرات صغيرة مسيرة تقذف عددا من القنابل، في ظل معلومات عن تجهيزه مئات الطائرات من هذا النوع. معركة الرقة قوية كونها عاصمة لهم، يعني قاعد يستعملون فيها أكثر من أسلوب، يعني أسلوب الألغام هو أسلوب الوحيد، والمفخخات بالإضافة للمفخخات يعني هي أسلوب الظل المتبقي لهم. أساليبهم الدفاعية ما يستخدمون لا سلاح ولا كل شيء، يجون تفجير، يعني ما يجيك حتى ما يجيك وجه لوجه، يطلع علينا يطلعون من النفق. ولا يخفي قادة قصد حذارهم الشديدة في التقدم داخل المدينة نتيجة كثافة الألغام والعبوات الناسفة والأنفاق، وهو ما يؤكد أن المعركة في الرقة قد تطول في حال لم ينسحب عناصر التنظيم من المدينة أمام ضغط نيران طائرات التحالف كما حصل في الطبقة. سياسيا، أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن جولة جديدة من المفاوضات السورية في جنيف سوف تبدأ في 10 من تموز يوليو المقبل، وأشار إلى أن اجتماعات الخبراء ستستمر في إطار العملية التشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية التي أنشأها المبعوث الخاص خلال الجولة 6 من المحادثات. في سياق موازن، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي عن أمله إجراء المحادثات السورية في أستانا في 4 و5 من الشهر المقبل. فاصل قصير نتابع بعده هذه النشرة. من جديد أهلا بكم إلى اليمن، حيث يواصل وباء الكوليرا مهاجمة مخيمات النازحين اليمنيين في المناطق الحدودية مع السعودية، وسط مخاوف من تفشيه بسرعة بفعل سوء التصريف الصحي وانعدام الخدمات الصحية ومياه الشرب النظيفة. كاميرا الميادين زارت مخيم المنجورة في عبس ولامست عن كثب معاناة النازحين. أحمد عبد الرحمن. عبد الرحمن طفل في عامه الثاني، قدر له أن يرى النور في هذا المخيم الذي نزحت إليه أسرته من حرض هربا من الغارات السعودية ومواجهات الحدود. يعاني عبد الرحمن الآن من أعراض الكوليرا، لكن وضع أسرته المادي لم يسمح بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. لا حكومة جبت مستشفى قريب ولا في منظمة يعني قريبة جبنا مستشفيات، يعني علي يعني أقل شيء لو كان الطفل الأسفلت هذه الذي الأمراض هذه الذي جاءت الآن تمام، فجأة يعني جاءت مفاجأة لابن آدم. المئات هنا كعبد الرحمن يصارعون من أجل البقاء وينتظرون الموت ببطء بعد وفاة أكثر من 30 نازحا بالكوليرا بفعل انعدام الخدمات الصحية وتقاعس المنظمات الدولية وضعف دورها، ما يفاقم من حجم الكارثة. لا في مستشفيات ولا في عنايات ولا في ولا حاجة،
في اللي شيء مرض يتدفنوه وبكله. كيف قالوا مغضيات ما فيش طاق ما فيش؟ طيب ما معانا عشان نشتري؟ اللي مرمله واللي معه به واللي ذب بنيها شوفه كيفه تعبان، وانا انسانه مرمله من فين هبلي حقهم الي. أكثر من 30,000 نازح في المخيمات يواجهون الأوبئة والأمراض ببطون شبه فارغة على الدوام، دون أن يحرك شبح هذه المأساة ساكنا لدى المجتمع الدولي. إن احنا في مخيم المنجورة في شهر رمضان شهر كريم، لا نجد لقمة العيش، لا نجد المويه نشرب، ولا نجد في المغرب نفطر إلا بالماء والتمر، وحتى الماء نعاني، الماء معانا لا يعلمها الا ارحم الراحمين، فاحنا في ذمه هؤلاء الذين هم متولين قضيه المنظمات. نازحون من الحرب في زمن الكوليرا، تركوا وحدهم مع خيامهم ونسيهم الجميع في العراء، ليكونوا شهودا على الجريمه التي تكبر امام انظار العالم، وهو يكتفي بمراقبة تحول اليمن إلى مقبرة كبيرة وبيئة مناسبة لانتشار الأوبئة الفتاكة. أحمد عبد الرحمن، الميادين. نجاح الاتحاد العام التونسي للشغل في لعب دور الوساطة والتوصل إلى اتفاق ينهي اعتصام الكامور في الجنوب التونسي فتح النقاش في تونس حول تراجع دور الأحزاب السياسية شعبيا مقابل محافظة الاتحاد على دوره في التهدئة الاجتماعية. الاتفاق بين المعتصمين والحكومة يقضي بتوفير آلاف فرص العمل ورفع ميزانية التنمية المرصودة لمحافظة تطاوين. مراد الدلنسي. بعد نحو شهرين من الاعتصام، توصل معتصمو الكامور في صحراء محافظة تطاوين إلى حل مع الحكومة التونسية بوساطة من اتحاد الشغل. الاتفاق يقضي بتشغيل آلاف الشباب من المدينة في الشركات النفطية والفلاحية بالمحافظة، محاولات سابقة للحكومة كانت قد فشلت في إنهاء الاعتصام أمنيا أو عبر المفاوضات على السواء قبل أن يدخل اتحاد الشغل على الخط وينهي الأزمة. احنا منظمة 70 سنة تفاوض وتدرب مناضليها ومستعدة دائما، وعندها أيضا سعة البال وليس لديها طموحات أو تجاذبات اللي ممكن تشوش على الحوار هذا، ولهذا النجاح كان حليفنا وحليف شباب الكامور اللي زاد عبر على نضج. اعتصام الكامور كبد الحكومة مئات الملايين من الدولارات نتيجة إغلاق المعتصمين أحدى مضخات النفط الخام، ما اضطرها للاستنجاد بالمنظمة النقابية التي نجحت في إنهاء الأزمة، بينما فشلت الأحزاب سلطة ومعارضة في تطويقها. نجاح عده مراقبون مؤشرا يلخص المشهد العام في البلاد، حيث لا يزال التأثير الحزبي في الشارع يتضاءل نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق المطالب الاجتماعية والتنموية. الاتحاد العام التونسي للشغل بعمقه الاجتماعي وبعده النقابي وبرصيده الشعبي من الممكن في المستقبل أن يلعب دور سياسي أكثر وضوح، خاصة وأن الأحزاب اليسارية ذات البعد الاجتماعي الديمقراطي تعاني من حالة تشتت وأيضا من أزمة بنيوية هيكلية في تنظمها وخاصة في امتداداتها الشعبية. اختبار جديد تجتازه حكومة يوسف الشاهد إذن بسلام بفضل تدخل اتحاد الشغل، لكن الحرائق المشتعلة والمتمثلة في الاحتجاجات المطلبية المتكررة لم تنتهي بعد. تقول بعض الأصوات في تونس أن استجابة الحكومة لجزء كبير من مطالب معتصمي الكامور يجب ألا تحجب الحرائق التي لا تزال تشتعل في البلاد، فالاتفاق مع المعتصمين قد يمهد لاحتجاجات في مناطق متفرقة من تونس، لا سيما تلك التي تتمتع بثروات طبيعية كالنفط والفوسفات. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. وحول هذا الموضوع معنا من العاصمة التونسية رئيس تحرير موقع آخر خبر السيد نور الدين المباركي. سيد نور الدين، أهلا وسهلا بك معنا. يعني محاولات كثيرة على مدى شهرين للحكومة لإنهاء هذا الاعتصام لم ينتهي إلا بتدخل الاتحاد العام التونسي للشغل، لماذا انتظرت الحكومة كل هذا الوقت يعني إلى حين تكبدت الخسائر، خاصة أن المعتصمين يعني يطالبون بما هو حقهم والعمل بثروات أرضهم؟ هذا أولا. ولماذا الانتظار دائما والطلب من الاتحاد العام التونسي للشغل
بعد فشل دائما بحل الأمور من قبل الحكومة. هذا ماذا يعني؟ نعم مساء الخير. هو مساء. بالنسبة لانتظار حكومة شهرين كاملين في الحقيقة يعني كان هناك نوع من الانتظار لإمكانية التوصل إلى حلول مع هؤلاء الشبان أو المعتصمين، معتصمين الكامور. نتذكر جيدا أن العديد من الوفود الوزارية تنقلت إلى محافظة تطاوين، يعني هناك تقريبا 3 أو 4 وزراء وخاضوا نقاشات وأيضا خاضوا مفاوضات مع هؤلاء الشباب، لكن هذه المحاولات فشلت. وربما من أهم عناوين هذا الفشل هو أن هذا الاحتجاج في الحقيقة تطور ووصل إلى مرحلتين خطيرتين. المرحلة الأولى وهي حالة التصادم التي حصلت مع المعتصمين ومما أدى إلى استشهاد أحد الشباب، والمرحلة الثانية وهي غلق أحد مدخرات. نعم، كل هذا جاء نتيجة عدم تلبية مطالب المحتجين وهي توظيفهم. يعني أعتقد أن المسألة مرتبطة بفشل المفاوضات، يعني لا أعتقد أنه كان بإمكان الحكومة تنتظر أو الحكومة تدفع في اتجاه توتير الوضع في محافظة تطاوين. يعني أعتقد أن المسألة أن المفاوضات لها آليات والمفاوضات أيضا لها ظروف كان المفروض أخذها بعين الاعتبار. المعتصمون تمسكوا بمطالبهم ورفضوا ورفعوا من سقف المطالب، فيما الحكومة يعني تعاملت من منطق أن هناك إمكانيات للدولة لا يمكن تجاوز هذه الإمكانيات. طب ما الذي تغير الآن؟ ما الذي تغير سيد نور الدين؟ ما الذي يضمن هذه الوعود للحكومة، خاصة أنه بات ثقة الشعب التونسي بالحكومة يعني معروفة نتيجة التخلف بتطبيق الوعود؟ من اليوم الذي يضمن تطبيق كل هذه الوعود وتشغيل كل هذا العدد من الشباب؟ هل هناك يعني هذه المنشآت تتحمل هذا العدد لتوظيف كل هؤلاء الشباب؟ يعني الضمان هو الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد العام التونسي للشغل عندما دخل هذه المفاوضات وتحمل مسؤوليته، وايضا كما قال الامين العام اتحاد الشغل السيد نور الدين الطبوبي قال دخلنا بكل ثقلنا في هذه المفاوضات، وهو الضامن الطالب التي تم الامضاء عليها، واعتقد انه الصارع تنفيذ هذه الضمانات من حيث ايضا التاريخ ومن حيث المدة هو الاتحاد العام التونسي للشغل، بمعنى أنه خلال الفترة القادمة سيكون الاتحاد العام التونسي للشغل في مواجهة الحكومة في علاقة بهذه المطالب. شباب كامور وشباب محافظة يعني تطاوين في مرحلة أولى في الحقيقة رفضوا تدخل الأحزاب السياسية، هم رفضوا تدخل الأحزاب السياسية من زاوية أنهم لا يريدون أن يكونوا يعني ضحية تجاذبات بين الأحزاب، ورفضوا ايضا حتى تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل في بدايات يعني اعتصام. اتذكر جيدا ان الاتحاد العام للشغل قال لا علاقه لنا بهذا الشباب، وكذلك الشأن بالنسبه لشباب كامور. اعتقد انه اليوم تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل ونجاحه في قياده هذه المفاوضات هو اولا ليس غريبا عن المنظمه الشغيره في تونس، فهي التي قادت الحوار الوطني سنه 2014، هي التي قادت هذا الحوار الذي مكن البلاد من الخروج من أزمة حقيقية وأيضا من مسارات. شكرا لك سيد نور الدين. نعم. كل الشكر لك. عذرنا سيد نور الدين لضيق الوقت. نور الدين المباكي رئيس تحرير موقع آخر خبر كنت معنا من تونس عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. تسعى جهات إنسانية ليبية إلى إعادة أطفال عناصر داعش الذين قاتلوا في صفوف داعش إلى السودان بعد مكوثهم مع أمهاتهم في مراكز إصلاحية في مصراتة. مريم عثمان. لا أحد يعلم ما الذي سجلته ذاكرة هؤلاء الأطفال العائدين من رحم داعش، أطفال عاشوا مع أهل حملوا عقيدة التنظيم وقاتلوا من أجلها لسنوات. هؤلاء الأطفال السودانيون الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و9 سنوات جهدت جهات مختصة سودانية لإعادتهم إلى ذويهم في السودان بعد مكوثهم في أحد سجون مدينة مصراتة الليبية مع أمهاتهم اللواتي قاتلنا في صفوف داعش في سرت. أنا أود أن أشير إلى أن هؤلاء الأطفال تم إنقاذهم وإحضارهم من مدينة سرت لأن أولياء أمورهم كانوا من ضمن تنظيم الدولة. جهات ليبية سعت إلى حماية هؤلاء الأطفال ونقلتهم إلى مركز إصلاحي في مصراتة عقب تحرير مدينة سرت وسجن عناصر داعش الذين أخرجوا من المدينة. هم الآن يتم تسليمهم لزويهم وأهلهم حتى يتمكنوا من العيشة في جو أسري وملائم، وحرص الإخوة في لجنة التحقيق وفي الجوية على أن هؤلاء الأطفال لا ذنب لهم ومن الممكن أن يعيشوا في وسط أسرهم وأهلهم حتى يصبحوا من الشباب الصالحين إن شاء الله. من مصراتة إلى السودان سيجري نقل أطفال عناصر داعش، علهم يحظون بحياة أفضل
بعيدا عن كنف التنظيم، وبفرصة ملائمة ليصبحوا شبانا بنائين لا مشاريع إرهابيين في المستقبل. تذكير بعناوين هذه النشرة. الدوحة تنفي اتهامات البحرين لها بزعزعة استقرارها، وأردوغان يقول أن بلاده تسعى إلى حل أزمة الخليج قبل عيد الفطر. القوات العراقية تحرر المثلث الحدودي مع سوريا والأردن بالكامل وتستعيد السيطرة على منفذ الوليد الحدودي. الجيش السوري يحرر سد أراك وجبال تدمر الشمالية ويعلن وقف إطلاق النار في درعا ليومين. والاتحاد العام التونسي للشغل ينجح في وساطة لإنهاء اعتصام الكامور جنوب البلاد والذي استمر شهرين. الميادين دوت نت للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر، بالإضافة إلى موقع الميادين باللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.